يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها سلام. أتيتم فول الأسى والضشر، وغنى الحمام ومال الشجر. أتيتم فأهلا ومرحبا بكم، فأنتم سلام وأنتم مطر. أتيتم فأهلا ومرحبا بكم، فأنتم سلام وأنتم مطر. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في بداية هذا الحفل الختامي الذي ينظمه مركز تكوين العلماء بمناسبة اختتام العام الدراسي 2014-2015، والذي يتألف برنامجه من الفقرات التالية: الفقرة الأولى الافتتاح بالقرآن الكريم، الفقرة الثانية كلمة الإدارة، الفقرة الثالثة كلمة مندوب وزارة التربية بجمهورية السنغال الشقيقة، الفقرة الرابعة كلمة هيئة التدريس بالمركز، الفقرة الخامسة كلمة اتحاد جمعيات المدارس القرآنية بالسنغال، الفقرة السادسة كلمة طلاب المركز، الفقرة السابعة كلمة الخريجين السنغاليين من قسم الإجازة بالمركز، الفقرة الثامنة كلمة رئيس المركز، الفقرة التاسعة توزيع الجوائز، الفقرة العاشرة الختم بالدعاء. حضورنا الكريم، نستمع وإياكم فيما يلي خاشعين لآيات عطرات من الذكر الحكيم يرتلها علينا الطالب مصطفى جنك من السنة الثانية من الجامعة بالمركز. ندعوه على جناح السرعة إلى المنصة ليفتتح لنا هذا الحفل البهيج الذي ينظمه مركز تكوين العلماء هذه الليلة بمناسبة اختتام العام الدراسي 2014-2015. نترككم مع الطالب مصطفى جنك من السنة الثانية من الجامعة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات،
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته حضورنا الكريم مرة أخرى نجدد لكم الترحيب ولأنه قد حضر معنا ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي فستكون الفقرة الثامنة من هذا الحفل هي كلمة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حضورنا الكريم مركز تكوين العلماء صرح علمي شرعي عالمي مستقل يسعى إلى إعداد علماء ربانيين مستوعبين لمضامين الشرع ومقتضيات العصر وفق منهاج علمي وتربوي يجمع بين محاسن التعليمين الأصلي والعصري ويتجنب مساوئهما للمزيد من التفاصيل عن هذه الدوحة العلمية الشامخة ندعو المدير العام لمركز تكوين العلماء الدكتور محمد المختار والمحمد المامي لتقديم كلمة الإدارة حضورنا الكريم في مثل هذا ترى الأفراح تغمرنا وينبض القلب بالأفراح والقلم وتطبي نغمات الشعر السامعها فيرحل الحزن والأتراح والألم فإلى كلمة الإدارة مع المدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين سماحة شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مجلس إدارة مركز تكوين العلماء ممثلي السلطة المحلية ممثلي البعثات الدبلوماسية ضيوفنا من جمهورية السنغال الحبيبة أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي ضيوفنا الكرام أولياء أمور الطلبة
طلابنا، نجتمع هذه الليلة لنحتفل بختام سنتنا السادسة، سنة كانت بحمد الله حافلة بالعطاء، قطعنا بنهايتها أشواطاً كبيرة من مسيرتنا التعليمية، فقد تحققت فيها أهداف كنا نسعى إلى تحقيقها، وتمت فيها منجزات كبرى ضمن استراتيجيتنا الخمسية كنا نصبو إلى الوصول إليها في ظروف بحمد الله كانت متميزة، طبعها الجد والاجتهاد والتفاني في العمل من طرف جميع هيئات المركز ومكاتبه الفنية. فقد انطلقت السنة الدراسية في وقتها المحدد لها، وأنهى الطلاب المقررات الدراسية، وأقيمت فيها دورات متخصصة لتطوير مهارات وقدرات الأساتذة والموظفين والطلاب، واكتملت فيها البنية الأكاديمية للمركز بعد إطلاق مرحلتي الإعدادية والدراسات العليا اللتين جاء إطلاقهما ثمرة لسنوات من التفكير والتخطيط، وهما مرحلتان مهمتان بإطلاقهما يكتمل بناء هذا العقد الفريد وتتضح معالمه، فهو اليوم يضم أربع مراحل دراسية هي الإعدادية والثانوية والجامعة والدراسات العليا. وفي إطار خدمة المركز للمجتمع وسعياً لنشر الوعي داخله، انطلق قسمان لتكوين الأئمة والدعاة، يهدف أحدهما إلى تكوين الأئمة والدعاة تكويناً متوسطاً يتخرج بموجبه الإمام والداعية متقناً للقرآن وملماً بأساسيات العلوم الشرعية واللغوية، وقد استفاد من هذا التكوين 15 إماماً من إخوتنا في الجمهورية السنغالية بموجب اتفاقية موقعة بين المركز والاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية بالسنغال، يتم بموجبه استقبال 15 إماماً سنوياً من أئمة الجمهورية السنغالية يختارون بموجب مسابقة في كل مقاطعة، يختار الفائز الأول فيها ليستفيد من هذا التكوين. وستتشرفون اليوم بتكريم هذه الدفعة المباركة الأولى لهذا القسم في هذا الحفل البهيج. وقد حضر معنا لهذا الغرض كوكبة من الأكاديميين وخيار قيادات العمل الإسلامي في السنغال، على رأسهم الأستاذان الجليلان أبو بكر صامب مدير مفتشية المدارس القرآنية في وزارة التربية بدولة السنغال، والأستاذ الطاهر الفال رئيس الاتحاد الوطني للمدارس القرآنية في السنغال ووفد كبير يصحب الشيخين الفاضلين. وأما القسم الثاني فيخضع طلابه لدورة طويلة الأجل يتخرج الإمام منها بزاد علمي وفير، بالإضافة إلى إتقان مهارات الأداء التي يحتاج لها الأئمة والدعاة، ويضم هذا القسم الآن 45 طالبا. وسعياً إلى توفير مصادر المعرفة للطلبة والباحثين، فقد تم ترميم المسجد القديم ليكون مقراً للمكتبة العامة للمركز، كما تم تزويد المكتبة بالعديد من أمهات المصادر، بالإضافة إلى مكتبة رقمية تمهيداً لفتحها السنة القادمة بإذن الله أمام الدارسين والباحثين من أبناء المركز وغيرهم وفق ضوابط تضمن الاستفادة منها بأفضل طريقة. وقد أكملت وحدة البرامج والتوجيه التربوي بالمركز تحقيق كتابين من أمهات البرنامج العلمي وفق منهاج علمي توخت فيه الدقة، وهي بذلك تقطع شوطاً مباركاً في تحقيق هدفها الرامي إلى تحقيق ونشر كافة كتب البرنامج العلمي للمركز حتى تخرج نصوصها في صورة أقرب إلى ما تركها عليه مؤلفها. فأغلب الكتب العلمية المنشورة سواء كانت شرعية أو لغوية اليوم مملوءة بالأخطاء بسبب ضعف التحقيق وتساهل دور النشر، وإن كان بعض تلك الدور قد بذلت جهوداً تذكر وتشكر. حضورنا الكريم، إن فكرة تكوين العلماء التي كانت حلماً يراودنا منذ زمن بعيد قد أصبحت بحمد الله واقعاً ملموساً، فبين ظهرانيكم الليلة مشارع علماء قد قطعوا أشواطاً كبيرة في طلب العلم، نتوقع بحول الله أن يكونوا في الأمد القريب قادة رأي وسادة فكر وفرسان ميدان.
من علمهم ينهل الناس وبسلوكهم يقتدون. لقد كان الكثيرون يشككون في نجاح هذه التجربة نظراً لطول البرنامج وكثافة مقرراته وخروج طريقة التدريس فيه عن المألوف، ولكن التجربة أكدت أن الأمر ممكن وأنه ليس ثمة مستحيل، وأن المهم أن نبدأ ونبذل الجهد، فإن الله هادينا وموفقنا مصداقاً لقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ضيوفنا الكرام، كل ذلك ما كان ليتم لولا عناية الله ثم الرعاية السامية من المجلس الإداري الموقر برئاسة شيخنا سماحة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، الذي بذل جهده وفكره ووقته لكي تنضج هذه التجربة وتؤتي أكلها بإذن ربها، فله منا أجمل آيات الشكر، ونسأل الله له أعلى المقامات في الدنيا والآخرة. إخوتي وأبنائي منسوبي مركز تكوين العلماء، إن هذا الحفل البهيج الذي ننظمه اليوم هو تكريم لنا جميعاً، فليس المكرمون فيه هم من ينادى بأسمائهم ويعطون الجوائز فقط، بل الجميع مكرمون، فكل من في المركز هم خيار من خيار، وكلهم يستحقون التكريم فرداً فرداً، فمن نكرمه اليوم هم نواب عن الكل ويأخذون التكريم باسم الجميع. حضورنا الكريم، باسمكم جميعاً نشكر كل الخيرين الذين وقفوا ويقفون معنا لإقامة هذا الصرح المعطاء، وفي هذا المجال نشكر المجموعة الحضرية لمنطقة المركشوط وبلدية عرفات على جهودهم الخيرة وآرائهم النيرة ووقوفهم مع المركز في السراء والضراء. كما لا يفوتنا هنا أن نشكر مشايخنا وأساتذتنا وأبنائنا الطلاب وزملائنا العاملين معنا من إداريين وموظفين وفنيين وعمال، كل باسمه ووصفه، على جهودهم الخيرة في تحقيق أهداف هذا المركز. فما نقدمه لكم اليوم هو نتاج عملهم المخلص وجهدهم المتميز، جزاهم الله خيراً وبارك فيهم هذا، ونسأل الله أن يحقق آمالنا وأن يبارك في جهودنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيراً مدير المركز على هذه الكلمة القيمة التي تطرق فيها لما أحرزه المركز هذه السنة من إنجازات علمية وتربوية. حضورنا الكريم، لم تزل بلاد شنقيطة إلى وقت قريب منارة علم وإشعاع حضاري على مستوى غرب إفريقيا، ويحيى لهذا الدور المهم، ولأن المركز رسالته عالمية بدأ يمد أشرعته إلى بعض الدول المجاورة في إطار علاقاته الخارجية مع المؤسسات والهيئات الشرعية. وفي هذا السياق تم الاتفاق كما استمعنا في كلمة المدير مع اتحاد جمعيات المدارس القرآنية بالسنغال الشقيقة على تكوين مجموعة من خريجي المدارس القرآنية بالسنغال لمدة سنة في المركز للحصول على الإجازة في القرآن الكريم. ندعو الآن أبا بكر صامبا مندوب وزارة التربية بجمهورية السنغال الشقيقة لتقديم كلمة وزارة التربية بجمهورية السنغال. فإلى كلمة مندوب وزارة التربية بجمهورية السنغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو،
فضيلة الدكتور محمد المختار ولدو مامي، السيد الدكتور قطري ولدو حامد، السيد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس القرآنية بالسنغال، سعادة السفراء، السلك الدبلوماسي، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في هذا المقام الكريم أن أتناول الكلمة نيابة عن الجمهورية السنغالية حكومة وشعبا، وأصالة عن نفسي للإعراب لكم عن شكرنا وتقديرنا لهذه الجهود التي بذلتموها لتكوين هذه الكوكبة من حملة كتاب الله تعالى. نبارك هذه الجهود ونقدرها كل التقدير، كما نتشرف بهذه الدعوة المباركة لحضور هذا الحفل الكريم. السادة الحضور، كما تعلمون جميعا فإن السنغال دولة يسكنها أكثر من 95% من مسلمين، فقد ورثت هذه الدولة نظاما تربويا من المستعمر الفرنسي السابق، وللأسف الشديد أن هذا النظام التربوي لم يكن مبنيا على أسس معتقدات الشعب الدينية والثقافية. ولما دخل هذا النظام الغازي بدأ يعمل بكل ما أوتي من قوة لإقصاء التعليم القرآني الإسلامي، ويحاول أن مهيمن على كل مناحي الحياة، كما ظل هذا التعليم القرآني في السنغال مقاوما بفضل المولى عز وجل، ثم بجهود المسلمين ومشايخنا البررة رحمة الله عليهم. وبعد مداولة سياسية التي حصلت في السنغال بعد عام 2000، بدأت الدولة في مراجعة نظامها التربوي، فبدأت الإصلاحات التربوية تتوالى وتتسع. وفي هذه الإصلاحات التربوية التي بدأ فيها اهتمام الشعب بالمدارس القرآنية، فأصبح مطلبا اجتماعيا لا يمكن إنكاره. وعلى سبيل المثال يمكن أذكر من هذه الإصلاحات إدخال التربية الدينية في المدارس العمومية الرسمية، فالآن الطفل السنغالي من الصف الأول الابتدائي يدرس المواد الإسلامية بما فيها القرآن والحديث والعقيدة والسيرة، إلى أن يصل في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية. وكذلك من هذه الإصلاحات إنشاء مفتشية، إدارة خاصة يعني بالمدارس القرآنية، وكذلك وضع استراتيجية واضحة لتحديث المدارس القرآنية. فهذه أول مرة في تاريخ التربية في السنغال تنشأ في وزارة التربية إدارة خاصة تهتم بالتعليم القرآني. وكذلك وضعت الوزارة منهاجا تربويا
من حيث يسمح للطفل بعد 8 سنوات يتخرج من هذه المدارس القرآنية وقد حفظ كتاب الله تعالى وعنده المستوى الذي يتخرج به أمثاله من المدرسة الفرنسية. وكذلك إنشاء مشاريع لتحديث هذه المدارس، يمكن أن أذكر من هذه المشاريع ما يسمونه بسياسة تحديث المدارس القرآنية، والتي تفضل البنك الإسلامي بدعم السنغال في إنشاء ما يربو على 60 مدرسة قرآنية في السنغال وتجهيزها، وكذلك تكوين المشرفين التربويين الذين يشرفون على التعليم العربي اللغة العربية والتعليم الديني في السنغال. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التي تفضل بها المركز، والتي تتزامن مع توجه الدولة نحو مشروع تحسين الجودة والإنصاف والصفافية. فهذا المشروع خلاصته أن الدولة بدأت تعطي للتعليم الديني مكانته في السنغال. فمن هنا كما أشرت قبل قليل تأتي أهمية هذه الدورة، لأننا في هذا المشروع خصبت نقطة المركز هو الجودة في التعليم. وقبل أسبوعين كنت مع بعض الإخوة الحاضرين هنا أمثال أخي عثمان جاي، كنا في ورشة لبناء المواصفات اللازمة لمعلم القرآن في هذه المدارس الجديدة التي تريد الدولة أن تبنيها. وكأن المواصفات التي ذكرت في تلك الورشة هي ما وجدته هنا في هذه الدورة الحمد لله. وأظن هؤلاء الخريجون سيكون لهم مكانتهم في رئاسة وإدارة هذه المدارس الجديدة التي تريد الدولة أن تبنيها. لكن رغم هذه الجهود التي بدأت الدولة تبذلها، فإن خطورة المشروع والإمكانات المحدودة تتطلب من كل الشركاء والمتعاونين أن يتضافروا الجهود للتعاون مع هذا التوجه الجديد في الدولة السنغالية. ومن هنا أنا أرشح المركز شريكا فنيا واستراتيجيا لهذه النهضة الجديدة في السنغال. ولا أشك أن للمركز دورا كبيرا، كما لا أشك أن لموريتانيا ما تقدمها لبقية دول إفريقيا. فهذه الدورة في الواقع يا جماعة أحيت فينا معاني الأخوة الإسلامية، ولفت أنظارنا إلى الدور الريادي الذي كانت موريتانيا تلعبها من قديم الزمان. وما أظن موريتانيا إلا أنها ما تزال قادرة على استعادة مكانتها وتواصل العطاء في بقية الدول الإفريقية. وفي الختام نجدد الشكر للمركز ولقيادتها ونجدد استعدادنا للتعاون الاستراتيجي. فجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لمندوب وزارة التربية بجمهورية السنغال السيد بابكر صامبا، مدير مفتشية المدارس القرآنية بنفس الوزارة. حضورنا الكريم، هنيئا بهذا الثمر وهذا اللقاء لمن قد حضر. نسير بدرب العطاء حثيثا بدون توان بدون ضجر، نواصل منها هنا سيرنا، نعيد شمائل جيل غبر، نجدد عهدا طواه البلا لتلك الربوع لهذه الحجر. غدا يشهد الكون من حولنا بأننا مررنا وهذا الأثر، غدا يشهد الكون من حولنا بأننا مررنا وهذا الأثر. الفقرة الموالية هي كلمة مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
السيد الطيب والشواف. إذن ندعو مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا السيد الطيب والشواف لإلقاء كلمة الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. أسأل الله تعالى أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. الحمد لله الذي جعل من بين هذا البلد من يرث علماءه ويقوم بوظيفة العلماء وورثة النبي صلى الله عليه وسلم الموقعين على الله سبحانه وتعالى والباذلين الجهد والوقت والغالي والنفيس في الحفاظ على هذه التركة العظيمة، فالحمد لله على ذلك. كنا في السنوات الماضية نودع علماء ضخام من هذا البلد وعلماء عظام من هذا البلد ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم في سبيل الله عز وجل وفي الحفاظ على سمعة هذا البلد، وها نحن ولله الحمد نحافظ على هذا الجهد، ويستمر هذا العطاء المعطاء من خلال هذا الصرح العلمي الشامخ العظيم الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، يجمع بين العلوم الشرعية التي تدرس في المحاضر الموريتانية وبين المواد المعاصرة المكملة كذلك الموجهة لطالب العلم والعلماء حتى يكون العالم العالم على بصيرة مما حوله. ولا شك أن هذه خصوصية جامعة خص الله سبحانه وتعالى بها المحضرة الموريتانية التي جعلها الله عز وجل جامعة متنقلة كما وصفها بذلك المشارقة، وصف بذلك علماؤنا في السابق والحاضر ولله الحمد. فهنيئا لعلمائنا المحافظين على هذا الصرح، ولهم من الشكر والثناء والدعاء لهؤلاء الذين حافظوا على لسمعتنا وحافظوا على هذا الصرح وعلى هذا المعطاء الذي هو إرث عظيم عليهم أن يحافظوا عليه. كما أني كذلك أتكلم كما ذكر الأستاذ باسم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فإني أثني على المشرفين على هذا المركز والمحافظين على هذه الخصوصية لهذا البلد، والذين يرفعون رؤوسنا في الداخل والخارج ويحافظون على أصالتنا ومعاصرتنا كذلك، فهنيئا لهم والشكر لهم موصول من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والأصلية. إن الحفاظ على خصوصية المحضرة الموريتانية بمميزاتها الأخلاقية والتربوية والدعوية والوسطية ومنهجها المعتدل هو حفاظ على أمر عظيم، وهو ضريبة لشمولية هذه المحضرة العريقة التي يصفها أبي رحمه الله تعالى في قوله: هلم إلى مشهور مذهب مالك، هلم إلى التوحيد في مبدأ الأمر، هلم إلى التنزيل رسما ومقرأا وسيرة خير الخلق بالنظم والنذر، هلم إلى التفسير يا مبتغي الهدى، وإياك لا تضجر وكن واسع الصدر، وإن كنت تبغي النحو نحو ابن مالك، هلم فإن الشيخ في معهد المصر سيعطيك من علم عروض كفاية تبلغك المقصود من أبحر الشعر، وثم من الأشاخ من هو محدث تمهر في الفن حتى صار كالبدر. هذه المحضرة المعطاء التي لها هذه الخصوصية الشاملة العظيمة حاجتنا إلى استمرارها، إلى خصوصيتها، إلى الحفاظ عليها حاجة ملحة. إن العالم الإسلامي اليوم يدفع ضريبة الشذوذ وضريبة الانحراف وضريبة التطرف والغلو والتكفير والتفجير، وإن حفاظنا على خصوصيتنا المتميزة بالعلم والعطاء والحفاظ على وحدتنا ووطننا والحفاظ على هويتنا هذا جهد عظيم يشكر القائمين عليه الذين بذلوا الجهد وحافظوا على هذا المعطاء العظيم. فباسم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أفتتح هذا الحفل الختامي البهيج الذي يكرم فيه مشارع العلماء وطلبة العلم والأئمة ودعاة الله عز وجل الذين يتولون العمل دين الله عز وجل والإمامة والإفتاء في هذا البلد بعد سنوات قليلة قادمة. فالشكر للمشرفين على هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود الشيخ وأن يحفظه وأن يبارك فيه وأن ينفع بعلمه في الداخل والخارج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للسيد الطيب الشواف مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، يقوم مركز تكوين العلماء على أركان أساسية
تمثل سر تميزه كأي مؤسسة تعليمية يراد لها أن تكون ناجحة. ومن أهم هذه الأركان الأستاذ المتميز، فلا يدرس في المركز إلا الأساتذة الأفذاذ الذين جمعوا في دراستهم بين النظامين الأصلي والنظام التربوي العصري. فقرتنا الموالية هي كلمة هيئة التدريس بالمركز مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين والمزيد أحد أساتذة المركز الفضلاء. حضورنا الكريم، ما نزال أمامكم ومعكم في هذا الحفل الذي ينظمه مركز تكوين العلماء بمناسبة اختتام العام الدراسي 2014-2015، ونستمع فيما يلي لكلمة هيئة التدريس مع الدكتور محمد الأمين المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ففي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالحضور الكريم أجمل ترحيب وأكمله، فمرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا. إننا ونحن نحتفل في هذه الليلة المباركة بختام سنة دراسية حافلة بالعطاء، بذل فيها المدرسون الكرام جهودا كبيرة، وشد فيها الطلاب واجتهدوا، وتعاون العاملون في الأقسام المختلفة على أداء رسالة مركز تكوين العلماء. نجتمع لنشكر لكل طلبتنا الجهود الكبيرة التي بذلوها في تحصيل العلم وفي اكتساب الفضائل، ولنكرم بالخصوص طلبتنا المتفوقين، ونحن بذلك نكرم الجد والنشاط والمثابرة وحسن استغلال الوقت وحسن الاستماع وقوة الإرادة والحرص على العلم. إننا في تكريم العلم وتقدير أهل العلم وتقدير أصحاب المواهب نسير على هدي السلف في ذلك. كان عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي ينتهز فرصة مرور الركبان القادمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم على حيه فيتعلم منهم القرآن. فلما ذهب أبوه سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في وفد جرم، كان مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فلما أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذا الأمر نظروا فوجدوا عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا، فقدموه للإمامة وهو ابن 6 أو 7 سنين، واشتروا له قميصا عمانيا، وكانت فرحة الطفل عمرو بهذا التكريم عظيمة. ثم استمر إماما بعد ذلك، قال: فما شهدت مجمعا من جرم لا كنت إمامهم. وهذا لون من ألوان التكريم. أما جائزة حسن الثناء على الله فقد حظي بها رجل من بني عامر بن صعصعة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته ويقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فأتني به. فلما أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال: ممن أنت يا أعرابي؟ قال: من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله. قال: هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول الله. قال: إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل. أما جائزة موهبة حسن الصوت فقد حظي بها أبو محذورة
عن أبي محذرة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم، فقال حين أذن: تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن. وهذا لون من ألوان التكريم. أما ابن عباس رضي الله عنه فيأخذ بركاب زيد بن ثابت تكريما له. فعن أبي سلمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. وهذا لون من ألوان التكريم. ولما ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه غريب الحديث الذي أمضى في تأليفه 40 استحسنه عبد الله بن طاهر فقال: إن عقلا بعث صاحبه على عملي مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش، فخصص له راتبا شهريا قدره 10,000 درهم. وهذا لون من ألوان التكريم. أما أهل نيسابور فلما زارهم البخاري كرموه على طريقتهم. قال مسلم بن الحجاج: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو 3، أي من خمس المسافة بين مكة والمدينة وأكثر. فإذا كرمنا في هذا الاحتفال المتفوقين والمتميزين فنحن نسير على هذا الطريق اللاحب. شكر الله لكم حضوركم وتعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة التي أجاد فيها وأفاد. حضورنا الكريم، يقدم المركز إضافة إلى مشروع تكوين العلماء الكثير من الخدمات الإضافية للأمة، ويتبع له عدة مشاريع دعوية وعلمية، أبرزها مشروع للأئمة والدعاة يدرس به الآن أكثر من 45 إماماً وداعية وفق برنامج علمي وتكويني يركز على حاجيات الإمام والخطيب وزادهما اللغوي والشرعي والتكويني خطابة وكتابة. إضافة إلى مشروع المحضرة المفتوحة للراغبين في دراسة بعض المتون ممن لا تتوفر فيهم شروط الولوش للمركز، وكذلك مشروع الدورات العلمية للوافدين من غير طلاب المركز، وغيرها من المشاريع العلمية والدعوية التي يرعاها مركز تكوين العلماء. حضورنا الكريم، ما تزال فقرات هذا الحفل الختامي لمركز تكوين العلماء تتواصل، والكلمة التالية هي كلمة اتحاد جمعيات المدارس القرآنية بالسنغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنني بادئ ذي بدء أحيي جهود العلماء من مركز تكوين العلماء الذي يترأسه شيخنا الجليل الشيخ محمد الحسن الددو، والكوكب من العلماء الأفاضل الذين يمارسون يومياً هذا العمل المبارك النهضوي لهذه الأمة الكريمة.
كما أشكر جميع علماء موريتانيا ممثلي وزارة الشؤون الدينية وكذلك السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا معتمدين في موريتانيا وكذلك جميع الشركاء المتعاونين مع مركز تكوين العلماء من قريب أو من بعيد. كما نشكر الإخوة الوسطاء الذين سعوا وما زالوا يسعون بين المركز وبين هذه الجمعيات في السنغال وحكومة السنغال، ونخصص الشكر لحكومتنا في السنغال لأنها أعانت وما زالت تعين وتتعاون مع الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية في السنغال. وحضور السيد أبو بكر صامبو مفتشا للمدارس القرآنية في السنغال يبرهن على هذه العلاقة الوطيدة بين مدرس القرآن الكريم في السنغال وحكومة السنغال وإرادتهم لتحديث وتطوير التعليم القرآني في السنغال. الحقيقة أن في السنغال حاليا ما نطلق عليه أو يطلق عليه المحلل الاجتماعيون بالصحوة القرآنية، والصحوة القرآنية إقبال شديد الحمد لله من شباب السنغال على قراءة وتلاوة وتدبر كتاب الله تعالى، وازدياد عدد المدارس المنشأة في مدن السنغال وقرى بسبب تدفق هذا الجيل من حملة كتاب الله تعالى للبحث عن أماكن مظلمة بين قوسين يقل فيه الإسلام أو أماكن يقل فيه التعليم الديني ليفتحوا مدارس بها ويرعى. وهذا زامن مراجعة الحكومة السنغالية سياستها التربوية خاصة تجاه المدارس القرآنية، وزامن كذلك نشأة الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية في سنة 2012. والاتحاد بعد قراءته لهذا الواقع، لهذه الصحوة وهذا التوجه الحكومي وهذا الإقبال الشديد لدى الشباب، لا يستطيع أن يقوم إلا بمحاولة إضافة نوعية لهذا الكم الهائل من الإقبال على كتاب الله تعالى، وسعياً وراء هذا المطلب النبيل إضافة نوعية لهذا الإقبال. يعني الاتحاد يبدأ بتكوين المكونين، يعني تكوين الذين يدرسون القرآن الكريم في مناطق السنغال. وسياسة الاتحاد في ذلك ليس أن يجمع مجموعة من شباب سنغال من منطقة أو من مدرسة ويرسلهم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى مركز تكوين العلماء ليتكونوا ويرجعوا إلى السنغال ويتجمعوا في منطقة أو في إقليم دون أقاليم الأخرى. هذه ليست سياسة الاتحاد. لذلك أجرى الاتحاد مسابقات تصفوية على مستوى الأقاليم 14 في السنغال. ما السبب في ذلك؟ لأننا نريد أن نجمع مجموعة كتلة من الشباب تجتمع فيهم كل الحساسيات الدينية، أريد أعني بذلك الطوائف الصوفية الموجودة في السنغال. هذه المجموعة من الشباب فيهم القادري والمريدي وفيهم التيجاني. هذه المجموعة من السنغال تجتمع فيهم جميع اللغات الموجودة في السنغال، وهذه المجموعة كذلك يتوزعون على جميع الأقاليم في السنغال. إذا تكلمت بأي لغة من لغات السنغال سواء مندنكانية أو سوسوية أو سريرية حتى ستجد إن شاء الله من يرد عليك باللغتي التي تكلمت بها. هذا يدل على شيء، يدل على أن الاتحاد يقرر أن يرعى هذه الصحوة ويؤطرها ويوجهها. من ها هنا تم اختيار
موريتانيا كشريك استراتيجي وأصلي لهذا الاتجاه الإسلامي النبيل. وموريتانيا كما تعلمون أنتم جميعا ليس بينه وبين السنغال أي فرق، لا من أي ناحية، شعب واحد، تاريخ واحد، عقيدة واحدة، كل شيء واحد بيننا وبينكم. أنا أعتبرني موريتانيا أكثر مما أعتبرني سنغالي. كان مسكني هنا، أسكن هنا، الشيخ ددو يعرف ذلك والدمامي كلهم يعرفون ذلك. كنا هنا تكوننا في هذا المركز ورجعنا، والآن نرسل أبناءنا إلى مركز تكوين العلماء. أيوة، هذا الاختيار الذي تم اخترناه موريتاني اختيار استراتيجي لا يصعب علينا شرحه لمشايخنا الخلفاء في السنغال وزعماء دينيين والحكومة السنغالية، كلهم يرضون بل ويرحبون بفكرة اختيار موريتانيا شريكا استراتيجيا أصلي طبيعيا لهذه الصحوة أو لهذا الاتجاه الذي اتجه به الشباب السنغال الآن. إذن هذا شيء طبيعي عندي، ولكن يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد. لذلك يعلن الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية الذي كما تعلمون هناك وفد، نسيت أن أقدم لكم الوفد، هناك وفد كريم من هذا الاتحاد يترأس من بعض رؤساء الأقاليم، رئيس مكتب إقليم كولخ السيد لامين فعل وهو النائب المباشر لرئيس اتحاد الوطني جمعيات المدارس القرآنية، والسيد محمد المصطفى جوب، دكتور محمد المصطفى جوب هو رئيس الأكبر جمعية قرآنية التي تكون هذا الاتحاد، وهذه الجمعية هي رابطة المدارس القرآنية في طوبة. طوبة فقط مدينة واحدة فقط بها أكثر من 1200 مدرسة قرآنية، وتخرج سنويا أكثر من 1000 حافظ لكتاب الله. تعرف هذا لا يجب علينا أن نترك هذا هكذا، لا بد أن نؤطر هذه الظاهرة، ولا بد أن نوجه هذه الظاهرة، ولا بد أن نضيف النوعية إلى ذلك، وأيضا نكمل تخصص هذا الكم الهائل من الشباب الذين يتعطشون إلى العلوم الشرعية والعربية. وكذلك السيد بابكر كما ذكر هو قد يكون من وفد وزارة التربية في دولة السنغال، ولكن ممكن أن يكون من وفد الاتحاد الوطني لتعامله الحسن وتآخيه معنا وتفاهمه الدقيق والصادق مع الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية. فجزاكم الله خيرا بهذا التعاون. والمهم أننا نتعاهد الاتحاد بأننا بدأنا البرنامج، أطلقناه وهذه الدفعة الأولى، ولكننا إن شاء الله سنرعاها في سنغال كما رعيناها في موريتانيا. كيف؟ إنهم شباب، ما خرجناهم ليتفرقوا إلى أشغالهم الفردية، لا، نجمعهم في سنغال ونجعل لهم برنامجا. الحكومة السنغالية تكفلت بإقامة ندوة لمحاولة وجود أسس تربوية أو آليات تربوية لإنزال أو لإيصال ما أخذه هؤلاء الشباب من موريتانيا، إيصاله إلى أعماق مدرس القرآن الكريم في السنغال. هذا برنامج نتعاهد إن شاء الله برعايته وتنفيذه إن شاء الله في السنغال. هذا ليعلم الجميع بأن هؤلاء الشباب جاءوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الطاهر الفل، رئيس اتحاد جمعيات المدارس القرآنية بجمهورية السنغال الشقيقة، على هذه الكلمة المفصلة. نعم أيها الحضور الكريم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي
وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الكلمة الموالية هي كلمة طلاب مركز تكوين العلماء مع الطالب الإمام للتاه من السنة الثانية من الجامعة، وهذه الأبيات كأنها تحكي واقع طلاب المركز هنا حينما نراهم يذاكرون في جنباته صباح مساء. ندعو إذن الطالب الإمام للتاه من السنة الثانية من الجامعة بالمركز الثالثة على الأصح لتقديم كلمة طلاب المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. نسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أصحاب الفضيلة، مشايخنا الفضلاء، أساتذتنا الأجلاء، ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ود من الأعماق أنشده، سلام صدق من الأفراح ملآنا، سلام مغترب شط المزار به، سلام مبتهج بالحفل نشوانا. باسم طلاب مركز تكوين العلماء أرحب بالوفد الكريم وبضيوفنا الكرام أحر الترحيب، فالترحيب كان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ رحب بوفد عبد القيس حين قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. ورحب برجال بني عامر فقال: مرحبا بكم أنتم مني. لذا نقول لكم: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما، مرحبا بكم أنتم منا. فما أجمل بأهل الصفاء والود أن يجتمعوا، وأحر بهم أن يتعارفوا، وقد باعدتهم الألسن والألوان وبعد الشقة. وما أحلى السمر مع مريد العلم وحاضنيه وحامل لوائه والذابين عن حماه. وكم هو جميل أن يحضر العلماء والأئمة والدعاة ورجال الأعمال وقد جمع بينهم حب العلم ورعاية العلم والشغف بالعلم ونصح أهل العلم. جاءوا ليكرموا طلابه ويشاركوهم أفراحهم ويقولوا لهم بلسان الحال ونطق المقال: لستم وحدكم، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الحفل الكريم، أود أن أرسل عبر مجلسكم الموقر رسائل ثلاث. الأولى لإخوان الطلاب، حيث أهنئهم على النجاح والتجاوز إلى مرحلة وطي أخرى، كما أحيي فيهم روح المثابرة والجد والإخلاص، فالله أسأل أن لا يضيع ذلك السعي وأن يبارك في ذلك الجهد. أما وقد ثنوا الركب واحتملوا النصب وسهروا الليالي ذوات العدد، فلا يخزيكم الله أبدا. إخوتي الكرام، الصبر الصبر، فما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، فأنتم على الطريق سائرون وعلى الدرب ساعون وإلى المعالي تفرون إن شاء الله. قد ذللت لكم نفوسكم الأبية الصعاب وأضنت الأجسام طلبا لاستراحتها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وما طلبتم لا ينال إلا على جسر من التعب، فلا تنال المكارم براحة البدن. وقديما قال الحكيم: مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. الصبر الصبر إخواني، فالنجاح لا يحتاج إلى عبقرية بقدر ما يحتاج إلى إرادة قوية، ولا شيء يمكن أن يتحقق فجأة. ولا يغرنكم قلة السالكين ولا كثرة المبطلين، ولا من سلك طريق الملذات وأظهر ملاحة في الخد وسعادة في النفس فتحت الرماد لهيب نار.
ولا تسمعوا كلام المثبطين ولا قولة الكسالى، فالمتعة الرائعة في الحياة أن تحققوا ما يقول الناس إنكم لا تستطيعون تحقيقه، أما وقد قيل عنا ذلك؟ فقل لا للذي يدعو للهو وللناهي نعم وأجل وجيري، فإنك إذ ترم وأنت شيخ بنات الغير رمت بنات غيري. إخواني، قد قربت ساعة الرحيل وحان وقت العطلة وآذنت الإسلام بالرحيل، لكن لنا نفوسا كتب لها البقاء بين هذه الجدران، وكتب لها الخلود مع بعضها البعض وإن تباعدت المسافات. فأنتم لذاتي وأنتم رفقاء الدرب وأنتم صفوة الأخلاء، فمن لي بأصحاب كرام نعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى، فمن منشد بان الخليط ومنشد خليلي مرة وتذكرت وذكرى، ومن منشد بانت سعاد ومنشد ألاعم صباحا أوقفا نبكي من ذكرى. الرسالة الثانية رسالة شكر وتقدير واحترام إلى القائمين على هذه المؤسسة جماعات وفرادا، فقد جئنا نسابق وراء طلب هذا الشأن حتى ما إذا جئنا الأبواب وجدناها قد فتحت، وتلقانا السدنة بالترحيب قائلين سلام عليكم طبتم، فوجدناها حديقة غناء قد امتلأت نورا وازدانت بركة بالقرآن، فكتاب الله يتلى على الآذان ليل نهار، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تحفظ، فحق أن يشهد فيها هي الأخرى قولة صالح الأمين يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. وكتب الفقه والأصول والقراءات والنحو واللغة والأدب تكتب هي الأخرى، فقد جمع المركز سائر العلوم فأصبح الطالب ينهل من كل فن ويعل به أخرى، ووجده الله فما مثله بطالب ذاك ولا ناشدي، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. ولا غرو فالمؤسسة من بنات فكر أبرز الأعلام وأعلم الأقوام، رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا، فساق إليه قبله سببه، وإياك أعني شيخنا الددو، فقد سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. كما يتولى إدارتها وتسييرها نخبة من المشايخ وذوي الفكر والمرونة وأهل الرأي، ما منهم إلا ويقال فيه له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى. والشكر موصول من قبل ومن بعد لمن تزينت بهم المدارس وفاحت بهم مسكن المجالس، هم المشعل وهم الوقود، وقد عرفتم من المقصود لا ريب، هم هيئة التدريس ومشايخ التربية. جزى الله بالإحسان بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت ولا مفهوم للعدد طبعا، سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. الرسالة الثالثة والأخيرة إلى من قضى الله بالإحسان إليهما ووصى بذلك وكرر الوصية، فهم من بدأ الطريق وعبد المسالك وذلل الصعاب وتحمل المشاق ساعة الضعف ووقت الشدة، لا يمكن أن نوفيهم حقهم ولا أن نبلغ من ذلك المدة ولا النصيف، ما طلبنا لعلمنا أنه ما لك في المجد والمكارم مثلا. نهنئهم قد أكرمهم الله بهذه الزهور الفواحة التي نرجو أن تكون من صالح الولد الذي يدعو بخير، وأن يبث هذا العلم الذي أظلت أياديهم البيضاء، فأجرهم إن شاء الله مصون من غير أن ينقص من غلة النجر شيئا. هنيئا لهم بما ينتظرهم من تاج الكرامة جزاء من ربك عطاء حسابا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجر عند جزائه. وفي الأخير أعود وأجدد الترحيب بضيوفنا الكرام ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الحضور الكريم، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة لحونا، إذا شن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل أو يهونا. الكلمة الموالية هي كلمة
الطلاب الخريجين من السنغاليين من قسم الإجازة بالمركز مع الطالب محمد رمين درامي. ندعو الطالب محمد رمين درامي على جناح السرعة للصعود إلى المنصة لتقديم كلمة الطلاب الخريجين السنغاليين من قسم الإجازة بمركز تكوين العلماء الذين تلقوا هذه السنة تكوينا في مجال القراءات للحصول على الإجازة في القرآن الكريم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول باسم المتخرجين السنغاليين من قسم الإجازة حمداً لمنزل آيات كريمات، آيات نور وحق معجزيات، آي تسر بها قوم إذا تليت، آي بها قوت أرواح خميصات، دامت عجائبها بانت فضائلها، زادت مفاخرها في كل ساعات، فيها السيادة بل فيها السعادة بل فيها السلامة من خزي وآفات. والله ما هجر الإنسان موطنه لنيل أفضل من هذه الثمينات، لها تركنا ربا كنا نفض بها ختم الصبابة من فوه المليحات، لها هجرنا ديارا كان يعمرها ود الأهالي من أخوال وعمات. بحمد رب السماء نلنا ونعمته ما فوق ظن بأيام قليلات، في ساحة أهلها يحيون سنة من قد بين الحق من رب السماوات، في فدفد ريحه القرآن يصحبه حسن السلوك وأخلاق ونيات، في جو علم وإرشاد وتربية، في جو تعليم إحسان وطاعات، في مركز كله علم ومعرفة على نظام وتأكيد الأخوات، ومركز فيه طلاب تظنهم بالجد أبطال بدر في العويصات، ومركز فيه طلاب تظنهم بالجد أبطال بدر في العويصات، شمس النهار ونجم الليل تبصرهم في حفظ أو فهم أو تجميع أشتات، ينافسون مدى الأيام في كتب حفظا وفهما وفي استغلال أوقات، لا شيء يلهيهم غير التبحر في علم الشريعة مع نيل المقامات، أما أساتذهم حدث بلا حرج تزري سجاياهم أزهار روضات، هم العيون لمن يعروه من ظمأ في الذكر والشرع أو في الدنيويات، كنا لديهم وما زلنا نعايشهم في أحسن الحال في جو المودات، كأننا فيهم أبناء جلدتهم من بين لطف وإكرام وراحات، لملا ويرأسهم شيخ مزيته تقوى الإله بأقوال وطاعات، محمد الحسن المرضي سيرته يغدو ويمسي بإصلاح وخيرات، لا شيء يشغله لا شيء يفرحه إلا انتشار الهدى في كل قارات، بحاملي جزوة الأنوار يصحبهم حفظ وفهم وإتقان الشريعات، أرجو من الله تتميم المراد له بما تمنى وأهداف ونيات، صلى العزيز على المختار من مضر خير ابن آدم من ماض ومن آتي، والآل والصحب أهل الفضل قاطبة أهل التقى والنقى خير الجماعات، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لممثلي الطلاب الخريجين من قسم الإجازة السنغاليين من قسم الإجازة بمركز تكوين العلماء الطالب محمد رمين درامي على هذه الكلمة التي أرادها أن تكون كلمة شكر بالشعر الفصيح للمركز. حضورنا الكريم، نحن في ذي الحياة ركب سفار
يصل اللاحقين بالماضين قد هدانا الطريق من سبقونا وعلينا هداية اللاحقين. الكلمة الموالية لرئيس مركز تكوين العلماء سماحة الشيخ محمد الحسن كل الددو حفظه الله تعالى.